تخص الطلبة الذين سيتخرجوا من الجامعة هذا العام، أيضا عمادة شؤون الطلبة فتحت باب التسجيل لحفل التخرج الذي سيعقد إن شاء الله هذا العام لخريجي الجامعة، والتجهيزات والترتيبات تسير على قدم وساق في عمادة شؤون الطلبة لإنجاح هذا الحفل، وإن شاء الله يكون حفل مميز وناجح، وأدعو جميع الخريجين للمشاركة في هذا الحفل إن شاء الله.